ياسر، انت هاي المظلومية مالتك الرسالة طويلة، لكن انت شنو الأسباب اللي أخوتك أبوك وأخوتك وأمك وأصدقائهم مثل ما أنت تقول خطفوك وضربوا وجهك بالكيمياوي اللي تسمي الفلفل الحار وأخذوك من دار خطيبتك إلى دار أهلك، شنو الغاية؟ أستاذ أنا مقيم بأمريكا من سنة 2017، رجعت بال 2022، خمس سنين أنا متغرب عن العراق. أخواني أكو حقد وأكو طمع. مشاهدينا الكرام، هاي الفيديوهات اللي أمامكم هي بتصوير كاميرا المنزل اللي اختطف منه ياسر. هاي الفيديوهات تثبت بالشكل وبالصورة وبالحقيقة الجهات اللي اجت على ياسر وأخذته. نعم ياسر، الفيديوهات ده تشتغل. نعم أي أستاذ، فجوي على عددهم 8 أشخاص، هم عصابة من ضمنهم 2 أخواني رشوا على وجهي مادة كيميائية اللي هي الفلفل الحار. 2 أخوانك وأبوك ياسر؟ وسحبه وسلاح. 2 نعم. أخوانك وأبوك وأمك؟ لا لا لا، الأب ما مجال أتحدى علم بالموضوع. 2 أخوانك وستة أصدقائهم؟ أي ما أعرفهم الباقين. زين نعم، فأخذوني هناك. طبعا هم كانوا يناقلوني بين البيوت، بين يعني بيوتهم، مرة بيت الأب مرة بيت أحد الأخوان. أول ما أخذوك أخذوك بيت أبوك؟ نعم أي نعم. كم يوم بقيت بيت أبوك؟ يوم وراها بيت أخويا، وبعدين ردوا رجعوني بيت أبويا. إيش كم يوم بقيت مخطوف عندهم؟ ظليت يمهم 1.5 شهر. مخطوف 1.5 شهر؟ أي نعم، بس سحبوا من عندي الموبايل واللابتوب لمدة 15 يوم. بس هم شنو، من أول يوم أخذوا تواقيعي، خلوني أوقع على كومبيالات، خلوني أوقع على عقود، وطبعا هاي تحت تهديد السلاح. زين، أنت من وقعت على الكومبيالات وعلى العقود تحت السلاح، كنت تقرأ ما مكتوب؟ نعم. لا ما أقدر، كان أكو فلفل بوجهي. أنت خلال هذا الشهر كله ما فتحت؟ لا لا، يعني بس هو أول يوم لما خلوني أوقع. أنت أول يوم أخذوك ببيت أبوك وقعوك على كومبيالات وعقود، شو تقول الكومبيالات؟ نعم. قد قيمتها؟ نعم ما أعرف، بس ورا ما أطلقوا سراحي وسويت عليهم دعوة قضائية، حركوا علي دعوة بمحكمة البدائع، اكتشفت بأنه قيمة الكومبيالة 21 مليار، يعني من عندي هيك مبلغ؟ زين، 21 مليار الكومبيالات وقعت بالتاريخ اللي انت موجود بيه لو بتاريخ سابق؟ خلوني اوقع هاي لما اخذوني 18/2/2022. الكومبيالة بعد ما شفت نعم، بس لما اطلعت على الاوراق مال الدعوه مالتهم المحكمه البدائع شفت كاتبيها بتاريخ قديم 2017. ليش مسجليها 2017؟ لان هذا كان اخر تواجد الي بالعراق، بعدها انا سافرت وما رجعت. زين، انت قمت دعوة عليهم بدعوة الخطف، يعني نعم ارجالي همام، يعني السادة القضاء هم ما اعرف الان اكو مبرز يؤيد انه هنالك شخص جايين عليه 8 أشخاص ومسلحين وعنده شهود ايام الحادثة، والشخص اقتيد عنوة وظل شهر كامل يلا اطلق سراحة، اذا ركن من اركام الجريمة متوفر. زين، انت سعدت قضاء، شنو القرار كان ياسر؟ نعم، باول جلسة القاضي حقق وياهم وانتزع منهم اعترافات وقرروهم وجاين وراشين على وجهي مادة، لكن كانوا يتحججون بحجج واهية من ضمنها على اساس اعتراضهم على الزواج من زوجتي اللي هي مينا، ذكرت اسمها، بس هم كلها حجج. وحتى القاضي قال لهم بما معناه انتم شعليكم، لان رجل عمره 35 سنة وكان راح يحكمهم، لكن باخر اللحظه طلب تاجيلها للجلسه 3 أسابيع. بعدها ورا 3 أسابيع اتفاجئ يوم 1/10 ان يفرج عنهم. زين، هم اعترفوا ان هم اجوا وخطفوك لانه انت تزوجت مينا؟ لا، هم اجوا اعترفوا بحضورهم يعني مسرح الجريمه، بس قالوا احنا معترضين على زواج، وردوا حكوا اشياء، قالوا على اساس ياسر كان مخمور او مشوش، حجج جدا واهي، بحيث القاضي ولا اقتنع بيهم.
زين منو اللي أثر على قرار القاضي؟ نعم القاضي كان مقتنع بأنه أنت مظلوم. نعم القاضي نعم ثبت له أنه أنت لما أخذوك هاي العصابة ومن ضمنهم أخوك بقيت شهر ونص عند العصابة. نعم أكو دلالة لكن أكو إثبات أنه أنت بقيت مخطوف شهر ونص؟ أنا ما عندي دلالة لأن يعني أنا لمن مخطوف يمهم شلون أجي أثبت هذا الشيء؟ لمن ماخذين من عندي الموبايل واللابتوب الشهود مالتك ايش قالوا؟ مستمسكاتك الشهود قالوا أنه مالتك قالوا أنه هاي العصابة نزلت وبيتها سلاح وقتها وقيدوك واخذوك؟ نعم نعم قدامهم ومن ضمن أحد الشهود هو صديق اللي كان وياي اللي انسحب عليه سلاح وصوروا هويته. هو مشاهدي الكرام إذا ترجعون الفيلم مالت الكاميرات الشخص اللي رجع على السيارة هذا كان مع ياسر وهذا الذي شهد وقال نعم سيارات دفع رباعي ومسلحين اختطفوه هاي السسمه هذا السيارة. إذن أكو يا سيادة القاضي احنا ما نتدخل لكن أكو شاهد يقول أنه أكو أسلحة بالموضوع. هسا أنا أدعي عندي قضية ويا أخوي أجي أسحب عليه سلاح وأقتاده. زين اللابتوب مالتك شلون أخذوه؟ استاذ اخذوه وسحبوه من عندي هو والموبايل انا كانت لانغراضي يعني بيته هالمرتي فوراها طلبوه قالوا اريدها للغراض. زين الان هم يطالبوك بالكمبيالات؟ نعم نعم بس وقفت دعوتهم الدعوه المدنيه لان انا مسوي جزائيه فصار استئخار فهو اي حكم يخدمني يعني حتى ما انحسبت مشاجره ما صارت وقف تنفيذ او غرامه راسا افراج حتى دا تمشي الكومبياله يعني قرار القاضي مع فاق احترامه. زين هسه هو من يقول 21 يعني مليار يطلبك 21 مليار انت شنو حجمك المالي؟ شنو شغلك حتى تاخذ منه 21 مليار؟ هو دا يقول يطلبني استاذ هو ما دا يقول يطلبني اكو عقارات مسجلها باسمي بيقول حتى ارجع الهياء. زين اصلا حتى العقارات اللي باسمي قيمتها ما تعادل قيمه الكومبياله اللي كتبني اياها. الهدف يعني هو راد يسترد العقارات مالته اللي سجلها باسمك سوى هاي الفيلم على مود ياخذ العقارات. نعم والقاضي اصلا قال له ليش هيك تسوي تسجل بس ما ولدك تتهرب من الضريبه؟ وقال لهم انتم حتى لو عندكم مشكله ويا ياسر تجون تطبقون القانون؟ العادة إذا هو إذا يعرف بهذا الشكل القاضي ليش أطلق سراحهم؟ هسه هم أطلق سراحهم بكفالة لو إفراج؟ لا أستاذ هم تكفلوا قبل سنة لما كانت بالتحقيق كانت محكمة جناية الكرخ لو ينحقون لو قطعون فأفرج عنهم أفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة. ماشي شقدم عندي فيديو وعندي شهود. ماشي يا ياسر عندك شيء آخر؟ لا والله أستاذ بس أنا أريد يعني أناشد بأنه هذه الحالة لازم يعني توصل هاي بيا محكمة الوزراء محكمة الكرخ محكمة جناية الكرخ محكمة جناية الكرخ. ماشي ياسر وكذلك أناشد أن توصل إلى رئيس القضاء الأعلى الدكتور طارق زيدان. هسه احنا عرضناها الآن 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 عرضناها إذا هو القضاء هو اللي يعرف بس بالصور اللي تظهر الآن أمام السيد رئيس مجلس القضاء وأمام السيد رئيس محاكم الكرخ أنه شرط من الشروط متوفر. هسه ذا القصة عائلية وبيناتهم حسابات ما يصير كل مواطن عنده حساب يمديده على سلاحه ويجيب له سيارات دفع رباعي وياخذها. بالعكس هنا جريمة بجريمتين تصير، اولا اعتداء على مواطن في ظل دولة والجريمة الثانية انتحال صفة باخذ الحقوق. هسه قصة انا ما اتدخل بيها لكن انا اشوف الامور بهذا الشكل. يعني انا هسه باشر اطلب لي واحد اخلي الدولة عرض الحائط واخذ لي مسدس واخذ لي من ذول الدايحين ابو نعالة بالاصبع وهد عليه وكتله وهذا ووقعه بكيفه. هسه هذا والله ما افتهمنا تحل طلابة كربلة تحل طلابة هاي هذا يضعف من الدولة
والناس قامت تترك من وراء هذا الشيء، لأن كل واحد يشوف نفسه زين وراء ما يعبر الشسمة بالليل وقام يخطط وقال لك إذا ما أجت بدينا نقدر ندفع، عمي اقطعوا هذا الشريان المريض حتى نقدر نشتغل ونقدر نحقق الأمن ونحفظ كرامة الناس.